هذا وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كاري على التزام بلاده بدعم مصر ومختلف الدول لتعزيز جهود التكيف المناخي. وفي إجابته على سؤال من مفادة تلفزيون مصري ريهام الديب، قال كاري إن بلاده مستمرة في بذل المزيد من الجهود في مجال التغيرات المناخية، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات مع مصر في هذا الصدد، فضلا عن مشروعات أخرى مطروحة للتنفيذ. القناة الأولى التلفزيون المصري، في هذا الموقف الهام والتفعيل الإجراءات الخاصة بكوب 27، كيف يمكن أن نغير ونحول الانتقال إلى الأفعال المحسوسة والفرص الخاصة بالتعاون، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمشروعات التكيف التي تساهم في الاستدامة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية. وشكرا. هذا سؤال عظيم، وهذا هو هذا سؤال مركزي، سؤال محوري. الرئيس بايدن تعهد بتقديم 50 مليون دولار لمصر بالأمس، وهذا يهدف لمساعدة البرامج وتحويل الكلمات إلى أفعال. وهناك الكثير من والتي نقوم بها، ومنذ شهر التقيت، كان لي عدة لقاءات، وهناك العديد من المشروعات التي سوف تتم، ونحن مهتمين للعمل مع مصر. هناك الكثير من المشروعات المطروحة لكي نعمل بالتعاون مع مصر من خلالها.